مغامرة جريئة للفريق العالمي للطيران بالبدلة المجنحة، هذه المرة من على حواف جبال السودة، والتي شكلت للفريق العالمي أماكن جديدة ذات تفاصيل وأسلوب خاص في الطيران. هذه الجبال في منطقة السودة تضاريسها ملائمة لهذه الرياضة، لأنها ذات منحنيات جيدة تساعدنا على التحليق، ونحن هنا نقفز من ارتفاع 4000 متر من طائرة عمودية. بدلة الجناح أو ما يعرف بالسنجاب الطائر جعل منها موسم السودة إحدى أهم الفعاليات. فيما وثقت الكاميرا الخاصة بالفريق من السماء جمال جبال السودة بمكوناتها الصخرية وأشجار العرعر الكثيفة التي تشتهر بها المنطقة. رياضتنا هذه خطيرة جدا، ويجب على من يمارسها أن يخضع لتدريبات مكثفة وتجارب عديدة. وبالنسبة لي فقد قفزت أكثر من 10000 قفزة، ودراسة تضاريس المنطقة أمر مهم. فعالية البدلة المجنحة وغيرها من الفعاليات العالمية خطوة أولى لترسيخ مكانة السودة على الخارطة السياحية الإقليمية والدولية. عروض يومية مبهرة لفريق الطيران بالبدلة المجنحة يستمتع بها زوار موسم السودة مع فريق عالمي من الرياضيين المحترفين. من قمم جبال السودة، حسن الطالعي، العربية.